السلام عليك عرف الله بيننا وبينكم في الجنة وحشرنا في زمرتكم وأعرضنا حوض نبيكم وسقانا بكأس جدكم من يد علي بن أبي طالب صلوات الله عليكم. أسأل الله أن يرينا فيكم السرور والفرج وليجمعنا وإياكم في زمرة جدكم محمد صلى الله عليه وآله وأن لا يسلبنا معرفتكم إنه ولي غدير. أتغرب إلى الله بحبكم والبراءة من أعدائكم والتسليم إلى الله راضيا به غير منكر ولا مستكبر وعلى يقين ما أتى به محمد وبه راض نسله بذلك وجهك يا سيد. اللهم ورضاك ودار الآخرة يا فاطمة تشفعيلي في الجنة فإن لك عند الله شأنا من الشأن. اللهم إني أسألك أن تختم لي بسعادتك فلا تسلق مني ما أنا فيه ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم استجب لنا وتقبله بكرمك وعزتك وبرحمتك وعافيتك وصلى الله على محمد وآله أجمعين وسلم تسليما يا أرحم الراحمين.